لا تقوى على هذا الحالة. والله العظيم المرض انتشر كل بيت. ما يصير عملية مو فجة. بطل بيتك يعني انت ما تخاف على زعابي ما كنت تلفهم بالشارع. انا يا من نحكي. اذا انت كبير افهم من عندي. واذا انت صغير حتى فهم الشرطة فهمك. بطل بيتك ابويا مرض منتشر. يعني شلون نحكي وياكم بعد بيا لغة. هي فرجة تصوير هي. بطل بيتك اخي مرض منتشر دخيل الحسن. I'm sure why I'm